اليوم راح نتعرف على تفاصيل أفضل مشروع في إسطنبول الجديدة. هناك سببين لأن يكون هذا المشروع هو أفضل مشروع في إسطنبول حاليا. السبب الأول، الشركات اللي تعاقدت على تأسيس هذا المشروع هي 3 شركات: أملاك كونوت وفوزول وشركة ثالثة توكي. هذه الشركات هي من أعرق الشركات في إسطنبول وأفضلها حقيقة في المشاريع الإنشائية. من تسمع هذه الشركات معناته هذا المشروع هو بضمان الحكومة التركية. السبب الثاني هو موقع هذا المشروع اللي هو دقيقة واحدة عن أكبر مدينة طبية في إسطنبول، يبعد عن مركز إسطنبول مثلا مسلك 20 دقيقة، يبعد عن تقسيم 25 دقيقة، يبعد عن مول أوف إسطنبول، المول المعروف طبعا، 10 دقائق فقط، وكذلك يبعد عن الحديقة النباتية اللي هي أكبر حديقة ومن ضمنها أكبر مكتبة كذلك في إسطنبول وفي أوروبا، مجرد 2 دقيقة فقط. كذلك هذا المشروع راح يتأسس له بالقريب العاجل 2 محطات للمترو. هذا المشروع يتكون من 13 بلوك، يعني البلوك اللي هي العمارات اللي بيها الشقق، ويحتوي على 453 شقة بمختلف الأحجام، أكو 1+1 و2+1 و3+1 و4+1. الحلو بالموضوع أكو بلوكات 2 أو خلينا نقول 2 عمارات كبار بها خيارات 1+1 و2+1 تكون بالشقق الفندقية، يعني ممكن أنه أنت تأخذ الشقة هذه للاستثمار بعائد سنوي مضمون جدا. تقريبا تتأجر الغرفتين زائد صالة باليوم $100. من المميزات المهمة في هذا المشروع كذلك الخدمات المتوفرة، يحتوي على 47 محل تجاري. الخدمات من ضمنها المسابح، وفي منطقة باشاك شهير المسبح يكون معزول، يعني للنساء 1 وللرجال 1. هو المجمع أساسا يعني مؤسس على مساحة خضراء، وهذا الشيء يعطيك يعني الهواء مثل ما يقولون في هذا المكان يكون هواء نقي بشكل كبير. أكو خدمات ثانية اللي هي معروفة اللي هي السيكوريتي ب 24 ساعة، يحتوي كذلك على حتى باركات للسيارات داخلية يعني مو خارجية. المجمع مقام ومؤسس على مساحة 39,000 متر مربع. كل العرب أو كل اللي يجون يريدون مجمع فاخر وبنفس الوقت قريب من المركز، فمثل ما قلنا أنه هو يبعد عن مطار إسطنبول الجديد 25 دقيقة فقط، يبعد عن مسلك واللي هي مركز كذلك في إسطنبول 25 دقيقة، ويبعد عن تقسيم 20 دقيقة فقط. أكو جامعة كلش قريبة من عنده اللي هي جامعة ابن خلدون 5 دقائق فقط. هذه الميزات مهمة جدا لأي مجمع أو لأي شخص أو أي عائلة يريدون يستقرون أو يستثمرون في إسطنبول. المزيد من المعلومات تواصلوا ويانا حتى نعطيكم تفاصيل بشكل أكثر.